رفقي، عايزك تشوف حد من معرفنا في جهاز 6 اكتوبر يجيب قرار حتة الارض دي، يمكن نلاقي ثغرة نعطله بيها المشروع. سهلة، بس خلي بالك بقى، حاجة زي كده ممكن تتعرف وتوصل لباسم. توصل له؟ انا عايزه يعرف اني بحاربه عيني عينك وبعطله مشاريعه. ليه بس كده يا سعد؟ الله، ما كده ممكن يعند، يضرب دماغه في الحيط. لما تتقفل من كل ناحية هيحس ان ادمها نحس ومش جاي من وراها غير المشاكل، يعني يزهق ويسيبها. ولا نفكر لها في كم حاجة نخليها تقول حق برقبتي. الله، معقول يا سعد احنا نسيب كل الازمات اللي احنا فيها وهنفكر في رشا وباسم؟ باسم ابني، سندي الوحيد جنبك، انا اولى بيه منها ومن خلفوها. انا كل اللي محتاجه من الدنيا انها تصفى لي يومين ثلاثة عشان عقلي كمان يصفى واعرف افكر للمرحلة اللي جاية. ماشي يا سعد، قولي بس انت ايه اللي في دماغك وانا هتصرف. بفكر نعمل اجتماع لمجلس الإدارة ونناقش الميزانية ونشوف أوضاع كل شركة ومصنع، يمكن نلاقي حل لمشاكل مصانع لندن. مصانع لندن؟ طب انت عارف يعني لما نعمل اجتماع مجلس إدارة ده معناه ايه؟ معناه ان لازم يبقى أصحاب الشركات والمصانع كلهم موجودين. عارف، عايز أشوف الكل من قريب، أحط عيني في عينهم عشان اعرف اجيب اللي في جوفهم. ناصر بيه. طيب يا فندم. حليه، اتفضل. صباح الخير يا رضوان. صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا، شرفت. اتفضل. اتفضلي. ده ايه ده؟ ده مبلغ هتحطيه في حسابك في البنك وقت تعيلي. بس قبل ما تعملي كده بلغي المخزن عندك تستقبل البضاعه اللي جايه من مينا اسكندريه بعد ساعتين. ساعتين ازاي؟ ده لسه قدامها على الاقل 3 ايام عقبال ما تاخد الافراج الصحي، ده غير طبعا الجمارك. ما هو ده كله حصل. حصل ازاي؟ هو انت لازم تشغلي بالك بكل كبيره وصغيره في الشغل، ما تقلقيش. الجمارك اتسددت واتخصمت من توتال الشيك اللي معاكي، والافراج الصحي حصل، والشحنه اتحملت وخرجت من المينا من ساعتين، يعني كلها بالكتير قدامها ساعه وتوصل المخازن وتتخزن. ايوه، بس انا قبل ما احط الشيك ده في حسابي انا لازم افهم ده بتاع ايه بالظبط. ده تمن الشحنه اللي هيستلم النهارده هما تجار القاهره الكبرى، والباقي هيفضل في المخازن ويتخزن لحد ما تجار بحري وقبلي ييجوا بكره وياخدوا حصصهم. عملت ده بقى كله امتى وازاي؟ ده سر المهنه اللي بيخلي الناس كلها تجري ورايا وتشاركني. قبل ما انسى، وصي بابا عليا شويه، يمكن لما تحكي له على الواجب اللي عملته معاكي ما يكسفنيش في الطلب اللي طلبته منه. ليه كده بس يا بابا؟ في ايه حبيبي، مالك؟ بابا حذر كل شركات المقاولات ومستوردين الحديد والاسمنت من التعامل معايا في مشروع 6 اكتوبر. مش ممكن، مستحيل، ما تصدقش. مين اللي قالك الكلام ده؟ مش مهم مين اللي قال كده، المهم هو عايز مني ايه؟ ده ما فيش مكان بيجمعني بيه غير لما بتردني منه تقريبا. يفيدوا بايه بقى ان اشتغل ولا ما اشتغلش بعيد عنه؟ هو من مصلحته انك ترفع الرايه البيضه وترجع لحضنه تاني. انا اسفه، والله ما قصدي اقسل عليه. درجات الغضب عميه. مش انت المقصود، والله ما انت المقصود، المقصود انا جوازتنا مش على هواه، عايزك ترجع له تاني. انا مفيش قوه هتقف قدامي، وهنفذ المشروع ده حتى لو كان اخر مشروع في حياتي. يعجبني اصرارك، وان شاء الله ربنا هيديك الصحه وطول العمر. لازم تقف على رجليك، لازم لو انت بتحبني بجد اكون بالنسبه لك مصدر ان انت تقف تاني على رجليك وتنجح وتنجح وتنجح. عشان خاطر يا باسم ارجوك اقول لك، دور على الناس اللي سعد بيه ملوش اي علاقه بيهم، وبكده هنقدر نوقف تاني مشروعا على رجليه. انا قلقانه من طموح ماهر. ماشي يا حبيبتي، فعلا معظم المستشفيات دلوقتي بتتحول لنظام الاستثمار الفندقي، حتى المستشفيات الحكوميه بتعمل اجنحه استثماريه. طب والغلابه؟ يا ستي عندك الطوارئ، دور كامل، اخدمي فيه الغلابه والفقراء زي ما انت عايزه. وهنجيب مجهود منين نعمل التطوير ده كله؟ ما حدش طلب منك تشتغل 24 ساعه في اليوم، ذاكري في البيت، اقعدي مع الدالي براحتك، تعالي المستشفى ساعة أو ساعتين في اليوم أو كل يومين حتى،
أنا بقى هقعد لك في البيت مع الدالي لحد ما ترجعي وتطمني على الشغل في المستشفى ماشي إزاي. طب وماهر مش ممكن يخلى بينا؟ ما هو عند دكتوراه هو كمان. عندك حق. شوفي إحنا نكتب له شرط جزائي في العقد اللي هنعمله معاه بحيث إنه يكون مسؤول قدامنا عن تنفيذ التزاماته وما يسيبناش في نص الطريق. أنا آسف على المقاطعة بس فاتني أكلمكم في حاجة ضرورية ومهمة جدا علشان شكل المستشفى في المرحلة اللي جاية. خير يا دكتور ماهر؟ هتسيبوا لوجو مجموعة الدالي على المستشفى تحت ولا هتشيلوه؟ لا طبعا هشيله. ليه؟ علشان نفكر من دلوقتي في لوجو واسم جديد يبقى تريد مارك لسلسلة المستشفيات اللي هنعملهم بعد كده. مستشفيات؟ مش لما نجهز دي الأول؟ هي الدخلة الأولانية بس اللي بتبقى صعبة يا دكتورة وبعد كده كله هيشتغل بقوة الدفع الذاتي والمشروع هيصرف على نفسه. طيب يا دكتور ماهر إن شاء الله هنتناقش في موضوع اللوجو ده وهنبلغ حضرتك. في حاجة تانية يا دكتور؟ مش رايح. وبعدين بقى ومصالحنا لجوه المجموعة؟ مصالحك انت وابنك في امان ما تخافيش عليها. سعد بيه جمعنا كلنا وعامل لنا بالونة اختبار هيحطنا قدامه عشان يتفرج علينا ويشوف رد فعلنا ايه. دي مواجهة هنهرب منها النهاردة هنهرب منها بكرة هنلاقيها برضو في وشنا عشان كده لازم نروح بكرة. حط في بالك احنا ولا رايحين نتحدى حد ولا نقف قدام حد. امال اللي عمله معايا ده تسميه ايه؟ هو مش عايز اكتر من كده، عايز يشوفك فاشل في شغلك وعشان كده انت لازم تقف على رجليك، لازم تثبت له العكس. هو جامعنا بكرة علشان يتفرج علينا ويشوف رد فعلنا ايه. لازم نروح واحنا واثقين من نفسنا والابتسامة مالية وشوشنا، واذا سأل على اي حاجة لازم ناخد وقتنا كويس قوي عشان نقدر نرد باللي فيه مصلحتنا. عشان خاطر يا باسم أرجوك ما تاخدش المسائل على أعصابك، أنا بموت لما بلقاك متضايق. مساء الخير. ولزومه ايه ده كله؟ ما تسمع الكلام وتهدي اللعب. واحنا خايفين من ايه؟ اذا كان هو اللي جه لحد هنا عشان يعتذر لك ورجع لك اموالك وعايز يفتح صفحه جديده. ايوه ده ادعى بقى انك تخافي منه. هو بدا بالسلام لكن لو استمريتي في عندك معاه ما تعرفيش هيعمل معاك ايه تاني. فريد انا مش عايز الخوف هو اللي يسيطر عليا. حاضر اهدي اهدي. الو ايوه يا فندم تحبي نبلغها حاجه؟ حاضر مع السلامة. سعد الدالي بيبلغك عن طريق السكرتارية إن بكرة في اجتماع مجلس إدارة في مقر المجموعة. أنا مش ناوي أعطلكم كتير، أنا عايزكم تقروا اللي مكتوب في الورق ده على رواق. تفضل تفضل. الحكاية مش هتاخد منكم وقت، هما ثلاث ورقات هيخلصوا هوا على ما اشرب فنجان القهوة تكونوا خلصتوهم واسمع الرد وامشي على طول. خلصت القهوة. وده مفروض نرد عليه دلوقتي على طول؟ بصراحة احنا ما عندناش وقت والخطة قدامكم شايفينها بتقول كده. بس ما قلتلناش يعني ايه اللي لم الشامي على المغربي؟ ده انت ناقص انك تطول دقنك شوية كمان اكتر من كده وتلبس جلابية بيضة وتمشي معاهم في نفس السكة. خلينا في المهمة يا رشا هانم، وانت باسم بيه قلت ايه؟ عرض المجموعة ده خاص بينا احنا لوحدنا ولا راح زيه الناس تانية؟ وهتفرق معاك في ايه؟ دي مش اجابة على سؤال يا متر. مش لما اعرف الغرض من السؤال عشان اعرف اجاوب الاجابة النموذجية اللي تريحك. بتقلي الحكاية دي تبقى صعبة عليك قوي لان الموضوع نفسه مش مريح بالنسبة لي. وانت يا مدام رشا رأيك ايه؟ انا شخصيا رأيي من رأي باسم بيه، محتاجين نفهم عشان نرد. يعني ده قبول ولا رفض من حيث المبدأ؟ جرى ايه يا احمد بيه؟ ما توضح الصورة قدامنا وسيبنا احنا بعد كده نختار. احنا مخططين بعون الله نفتح فرع كل 10 ايام في منطقة من مناطق القاهرة المهمة. بعد كده بقى هنروح على اسكندرية والمنصورة والمنيا والأقصر وأسوان وبعدين مدن القناة. يعني بعون الله في خلال سنة أو سنتين بالكتير
هنكون أنشأنا 36 فرع على مستوى محافظات الجمهورية، وأكيد الفروع دي كلها محتاجة لحاجتين. الحاجة الأولى أراضي في مواقع متميزة، ودي موجودة عندكم في مراسي المرحوم فوزي الدالي. الحاجة التانية بقى المنتجات اللي انتوا قرتوها في الأوراق دي، انتوا هتقدروا توفروا لنا منها المنتجات الخشبية اللي بينتجها المصنع اللي سابه المرحوم فوزي الدالي. بكده هنبقى فتحنا لكم خط إنتاج، يعني شغلنا المصنع، يبقى انتوا استفدتوا وإحنا قدرنا نوفر العملة الصعبة، وهنخلص بقى كمان من موال الاستيراد وروتينه ورخامته. على العموم إذا قلت أوكي بعد ما تفكروا كده هوت وتاخدوا وقتكم، هنريحكم قوي في الأسعار، وأنا مستني ردكم، بس ما تأخروش عليا. ها؟ سلام. مع السلامة. شفت بقى يا بطل، اهو ربنا بياخد من هنا عشان يوصل هنا. الناس دي مش سهلة، ما تعشميش خير فيها قوي. فهمتش انا حاجة دلوقتي، يعني هنتعاون معاهم ولا هنراجع حساباتنا تاني من اول وجديد؟ ممكن ادخل؟ تدخلي وتحط رجلي على رجلي وتعملي كل اللي انت عايزاه. اه يعني هلكت المكتب للمجلس لما دماغي بتقد الكوره. معلش ألفت، البنك اللي انت بتديريه ده فيه فلوس ولا هو زي بنك الحظ اللي الاطفال بيلعبوا بيه؟ ماشي، الله يسامحك، شكلك كده مزنوق في قرض من بنك الحظ صح؟ الحاله من كتر ما هي ملخبطه مش باين لها راس من رجلين. هتعدي زي غيرها معد، ولا انت نسيت يا جبل؟ حتى الجبل ساعات بيجيله هزه ارضيه تحوله لكم تراب. بعد الشر عليك يا حبيبي. يلا سيبك، طمنيني على البنات. رضوى في شركتها وهبه رجعت البيت من شويه عشان حسام. طب اطمنت عليها انها وصلت بسلام؟ في ايه يا سعد، مش قلنا خلاص مش هنقلقها؟ وانت لازم يبان عليك وانت بتكلميها، شوفي اي حاجه وخلاص. انا عارفاك مش هتهدى غير لما اكلمها. حاضر يا سعد. لو ما كانوش بلغوكي انا عامل اجتماع مجلس اداره للجمعيه هنا بكره. لا ما حدش بلغ. اديني بلغتك. طب اي صباح يبقى هنا عندك امتى؟ اه لا لا ما فيش حاجة. طيب يلا باي. ايه خير في ايه؟ رجعت البيت غيرت هدومها وخدت حسام وراحوا الملاهي. من قد ايه؟ صباح بتقولي من 10 دقايق. تخرجي من هنا على الملاهي على طول وما ترجعيش البيت اللي وهي معاك، واول ما توصلوا تطمنيني. حاضر يا سعد. ايه حاضر حاضر هكلمك على طول.